الجحيدية فازت بشلفة الجداع البكار بشعار هجن السيلية المملوكة للورد عبد الله بن سعيد العيدة. تهانينا وناموس، نرفع ونزف التهاني إلى اللورد في مقر إقامته هناك في العاصمة البريطانية لندن. تهانينا وناموس على الهواء مباشرة، يتابع أكيد اللورد في هذه اللحظات، وبن حلفان يستلم الشلفة الفضية للجحيدية نيابة عن اللورد. تهانينا وناموس لمحمد بن علي بن حلفان، وأيضا لعبد الله بن سعيد العيدة، ولصالح بن ناصر العيدة، وكذلك لحمد بن راشد بن راية على هذا الفوز المستحق. أما الآن نأتي إلى ختام أشواط الفترة الصباحية وشوط الجداع القعدان، فاز به شجاع مع حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ويظهر في هذه اللحظات زيد بن محسن بن نديلة أو حمد بن محمد الشراب نيابة عن حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا وناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي انتزاع الخنجر الفضي، وتهانينا